الناقد الحيدري رد على جميع كذبك وتدليساتك على السيد الحيدري. عزيزي أنا طلعت على الردود مالته، ما بيها شيء يستحق الرد، ما بيها شيء يستحق الرد. طيب بس أنا الآن عندما أقول الحيدري لص، الحيدري حرامي مثلا، راح أكتب ذلك في كتاب وأنشره. هذا صاحبك الناقد الحيدري، أنا دخلت كلها مقاطع وجايب لي كلام من المسرحيات ويصنف لا أكثر ولا أقل. والأخوة الأعزاء أرسلوا لي مقاطعه وقالوا لي، قلت لهم أنا أكو شيء بفائدة علمية؟ قالوا أبدا أبدا أبدا. شو رأيك بالسيد محمد باقر الحكيم؟ هل هو مجتهد؟ نعم، السيد محمد باقر الحكيم أجيز بالاجتهاد في الستينات من قبل الشيخ مرتضى الياسين. ما هو الدليل على التقليد بحديث سنة صحيح؟ عزيزي القرآن يدل على التقليد، ليش تروح للحديث أنت؟ ليش تروح؟ القرآن، القرآن هو المصدر الأول، ليش تروح للحديث أنت؟ شو عندك بالحديث؟ احنا عندنا ذا قرآن بعد الحديث شو نسوي؟ هل الخطبة الافتخارية والشقشقية؟ لا عزيزي، الافتخارية ليست ثابتة، الشقشقية نعم ثابتة. الافتخارية ليست ثابتة أساسا، ما لها كل سنة لازم. ما رأي المجتهدين بالسيد؟ عزيزي السيد فرقته أحد المدعين، لا قيمة له في حوزة النجف، وهو ليس موجود في حوزة النجف، هو قاعد ترى في الحلة. لا عزيزي، الحسابات التي حضرت هم حسابان فقط. هل الشيخ باقر شريف القرشي ما جاي لحق؟ عزيزي فتوى التفخيذ يوجد مقطع للسيد أبو الحسن، علي أبو الحسن، يوضح فيه القضية بشكل واضح. تقدر تكتب السيد علي أبو الحسن ويطلع لك المقطع. هذه القضية يراد لها شرح طويل، فأنت إذا تريد تفهم القضية بطريقتها الفقهية راجع هذا المقطع. إن شاء الله أدعو لك، جزاك الله خير. عدم التقليد عزيزي، الإنسان في العقيدة يجب أن يعتقد بعقيدته بنفسه، يعتقد بالعقيدة. سيد علي أبو الحسن شاب له مستقبل إن شاء الله. شو نردك على مجال فورس؟ شو مجال فورس؟ ليش رامي عيسى بال 2015 خلاك تتهرب؟ عزيزي رامي عيسى ما خلاني اتهرب عزيزي، انا اجبته، مع انه هذا السؤال مالته دخل بطريقه غير شرعيه، لان هو دخل من خلال حساب شيخ من البحرين، وانت تسمع المقطع مالته في البدايه قال بانه من الموالين، ثم بعد ذلك قال لا، وانا اجبته على كلامي. وللعلم ترى أنا كنت نايم لما اتصل، وكان ذاك الوقت رمضان، كانت 10 تقريبا أو فوق 10، كنت نايم انتبهت على الإشعارات، وكان الاتصال طبعا عن طريق الماسنجر في الفيسبوك، ذكرت ذلك سابقا. عزيزي هاي قضية فقهية، اذكر القضية بالخاص وأنا أرسل لك الاستفتاء وإن شاء الله نحصل لك جواب. هل الإمام موسى الصدر مجتهد؟ ما أعرف حقيقة مجتهد أو لا. عزيز الناس السياسيين اللي يسألون عنه، واحد يسأل عن سيد مقتدى، واحد يسأل عن سيد عمار، واحد يسأل عن قيس الخزعلي، هذول مجتهدين دول علماء، شنو علاقتهم بالحوزة؟ احنا ناس تتحدث حوزة. عزيزي سعد المدرس خطيب فاشل جدا، اساسا ما يستحق قعود المنبر. من الذي شهد للشيخ باقر شريف القرشي بالاجتهاد؟ ما اعرف من قال هو مجتهد اصلا، ما اعرف.
يا الله، ما رأيك في التلقيح الاصطناعي؟ عزيزي الرأي في هاي القضايا للفقهاء مو إلي، أنا ما لي رأي بهيك قضايا. رأيك بالشيخ حسن زاد، عزيزي أحد علمائنا اللي له مؤلفات كثيرة. هل سيد كمال حيدري مجتهد؟ لا عزيزي، لا ليس مجتهد. كيف نتقرب إلى الله تقرب حقيقي؟ عزيزي قلبك، قلبك لا تخليه يدخل شيء غير محبة رب العالمين ومحبة عبادي. لا تخلي أي انفعال يخليك تتأثر وتضيع وقتك في يعني في كره الآخرين. سيد ياسين الموسوي عزيزي من العلماء ورجل محقق أيضا، خلي في بالك، وعنده تحقيقات أيضا، وأيضا عنده مؤلفات. ما رأيك بالدكتور حازم دوس العتابي؟ ما عندي